اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات، عدنا من الفاصل والان ننتقل الى موضوع طبي، هذه المره حول التهاب المريء اليوزيني وهو مرض مزمن يصيب الجهاز المناعي. عند الاصابه بهذا المرض يتراكم نوع من خلايا الدم البيضاء في بطانه الانبوب الممتد من الفم الى المعده، ويمكن ان يؤدي هذا التراكم الى التهاب انسجه المريء او الاضرار بها. للحديث والتعريف بهذا المرض اكثر، الذي يقدر عدد المصابين به في البلاد بحوالي 3000 شخص، نريد الحديث مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور جواد هندي من حيفا، وهو طبيب مختص بأمراض الجهاز الهضمي، وهو أيضا باحث في كلية الطب في التكنيون في حيفا. مساء الخير دكتور. أنا مساء الخير شحالي، شكرا على استضافتي. شكرا على حضورك. مشاهدين شكرا لك. مساء النور دكتور جواد، في البداية اشرح لنا شو هو التهاب المريء اليوزيني. عشان نشرح شو هو التهاب المريء اليوزيني، نشرح بالاول شو هن اليوزينيات وشو هو المريء. شو هن اليوزينيات؟ ولا بدك تبدا بالمريء؟ طيب. المريء عمليا هو انبوب اجوف اللي بمرق الطعام عمليا بعد ما احنا نمضغه من الفم البلعوم للمعده، هذا هو المريء. هذا الانبوب تسمى المريء. من الفم للمعده الانبوب هذا بتسمى المريء. اليوزينيات عمليا هن خلايا او كريات دم بيضاء اللي تبعت لجهاز المناعه. كنا نشوف ان احنا بالزمانات اكثر بالالتهابات اللي خاصه بالطفيليات. هسه جديد عم نشوفها اكثر بكل ما يتعلق بامراض التحسس او الالرجيا. فالتهاب المريء اللي فيه هاي الخلايا بالانسجن تبعته بتسمى التهاب المريء اليوزيني، او باللغه الانجليزيه ايزونوفيليك اسوفاجايتيس، او باختصار اي او اي كيف ما هو معروف. هل هذا المرض مرض جديد حديث بين قوسين، ولا هو كان مرض موجود ولكن اكتشافه او يعني انه الطب بدأ يتحدث عنه او يعالجه او يحاول تشخيصه هو جديد؟ لا، والمرض كمان تشخيصه جديد، ولكن هو مرض جديد في عده اسباب لهالشغله. احنا اول مره عمليا سمعنا عن المرض هذا او شفناه كان بال 93، يعني قبل 30 سنه، وصار في وعي اكثر له مع السنين. وعمليا 30 سنه من عمر الانسان هي مش كثيره من عمر الشعوب. هاي يعني اول مره حكوا عنه، بس لما بلشوا يفهموا عايش الحكي احنا بنحكي عن 20 او 10 سنين اخيره. هذا مش كثير في العلوم الانسانيه، جدا قليل. فكروا بالاول انه هاي الحاله هي ارتجاع المريء او بما يعرف بالريفلوكس. بس شافوا انه لا، احنا عم نحكي عن ارتجاع المريء. اسمح لي، مش الريفلوكس، ارتجاع المريء هي لما في حوامض اللي من المعده ترجع للمريء وبتسبب الحرقه. نشعر فيها احيانا. هذا المرض جدا شائع، وفكروا بالاول انه هذا المرض اللي هو الاي او اي هو عمليا نوع من الريفلوكس او الارتجاع، ولكن مرض اللي هو مختلف تماما عنه. مرض جديد وتشخيص مريض جديد. عفوا، السؤال، هل هذا المرض دكتور بيصيب الكبار والصغار، ولا بيميز شريحه عمريه معينه؟ لا، هو بيصيب الكبار والصغار، احنا اكثر بنشوفه بالصغار. اي اجيال يعني لما نكون صغار؟ اكثر بالاولاد الصغار، واكثر شيء بالمراهقين بنشوفهم باجيال 12 16 ببلش المرض يبين. من ناحيه العوارض يعني اذا عم تسال، شو العوارض؟ العوارض انا دائما بشرحها للمريض لما بيجي عندي اول مره، زي كيف لما الانسان بيجي بحط النظارات اول مره بيكون شايف مغبش كل عمره، ومره واحده بحط نظارات بشوف الاشي واضح. محتمل الانسان يكون عنده كثير عوارض لكثير سنين وبكون شاعر فيها. يعني مثلا بيكون بنضغط الشاعر فيها، ولا مش منتبه لها، مش مضايقته، بيكون مفكر انه هذا هي الطريقه الطبيعيه انه فيها ياكل مثلا، زي كيف مثلا الانسان اللي مثل شو مثلا انه بيكون قاعد يمضغ الطعام كثير وقت، او مع كل وجبه بيكون يشرب كثير سوائل، هو بيكون مفكر انه هذا هو الشكل الطبيعي اللي فيه الانسان ممكن ياكل. يعني زي كيف الانسان بيشوف مغبش، ومره واحده بيحط نظارات بيشوف انه الشيء واضح قدامه، الشيء مش هيك. فالشيء اول عوارض يعني اكثر الشائع بهذا المرض هي صعوبه البلع. هذا اكثر شيء اللي احنا بنشوفه، صعوبه البلع. ممكن الانسان يجي يقول لك بستصعب ابلع، او بلوك الاكل كثير وقت، بمضغه كثير وقت، وممكن بقدر اشرب كثير سوائل مع الاكل، او انا اخر واحد بخلص دائما بالطاوله لما ناكل احنا كلنا. فهي العوارض اللي بتبين اكثر شيء المرض هذا. الواحد بيحاول يقيس على الاشياء اللي هو بيعيشها يوميا. في ناس فعلا لما بتقعد على مائده، وخاصه من عيلتك يعني اللي بتاكل معهم دائما، في احيانا الشخص اللي اكثر واحد بيطول على المائده، ممكن انه يكون هذا السبب يعني. ما بتعلق اللي باكل بطيء بشكل عام من 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 منهج صحي، هذا الشيء منيح ومفضل، بس اذا هو باكل شوي شوي لانه بمضغ الاكل كثير وقت لانه بخاف انه الاكل يعلق، ساعتها انه لا، احنا عم نحكي حاله هي ممكن شيء جاي من خوف، لانه صابته مره انحشار طعام المريء. اسمح لي دكتور، يعني الناس بتيجي عندك على العياده او عند اطباء اخرين من بسبب هذه العارضين، انه بسبب انه بيستهلك سوائل كثير وهو ياكل مشان يسهل عمليه المضغ، او انه بيمضغ كثير وقت للاكل؟ لا، هاي الاسئله احنا بنسالها بعد ما نرجع. المريض لما بيجي عندي بجيل 18 19 20 وبقول لي عندي صار صعوبه بالبلع،
او بيجي مره على غرفه الطوارئ على الميون بوصل عنده انحشار الطعام في المريء. هاي الحاله الطارئه اللي بتصير لما المريء بيصير فيه التهاب وتليف، الطعام بنحشر هناك. قديش هذا خطر؟ خطر، ممكن يكون خطر، لانه بس هاي الحاله اللي فيها الانسان ما بيقدر يستنى عليها، بيروح عليها دغري على غرفه الطوارئ بالضبط. فلما بسالهم بقول لهم انت لما كنت عمرك 12 او 13 سنه بالزمانات كنت تاكل هيك شوي شوي، كنت تشرب كثير سوائل؟ بيقول لي نعم، انه انا هيك متعود كل عمري. فهني لا، هني بيجوا على الاغلب عند الطبيب بس لما يكون في حالات اللي هي طارئه او حالات اللي هي بتضايقه، يعني بيكون في صعوبه جدا بالبلع عنده. رغم اننا بنحكي عن مرض نوعي نسبيا حديث وبنحكي عن اعراض اللي ممكن تكون مستمره عده سنوات، هل في ميزات لمين بنصابوا فيه؟ في ميزات قدرتوا تجمعوا كاطباء كباحثين انه هذول الناس اكثر عرضه للاصابه فيه؟ بالفعل اكيد. شو؟ المرض هذا هو مرض عمليا مره فكروه مرض تحسسي، مرض أليرجي. هيك فكروا مره، لانه شافوا انه كثير مرات انواع اطعمه معينه بتادي او بتشكل خطر على المرض هذا، زي الحليب، زي القمح، زي البيض مرات، ولكن المرض هذا هو مرض التهاب مش مرض تحسسي. سليع عم بذكر هاي الشغله لانه الامراض التحسسيه تانية زي الطفح الجلدي اللي احنا بنسميه الاتوبيك درماتيتس او الاستما او الحساسيه من انواع الطعام اللي عم تنتشر اكثر وعم تصير اكثر عند الاطفال اكثر شيء شائع. اللي بتأدي مرات احيانا نسمع بالاخبار لما يكون الاشي هالكد حاد، طبعا فتاة شربت حليب او اكلت كعك طبعاً فيها حليب وعندها حساسيه وصلت مستشفى او توفيت، مره كان عنوان خبر منها صح. هسه الناس اللي عندهم هاي الامراض، هاي التحسسات، هاي الامراض الاليرجيه بنسميهم احنا، عندهم احتمال انه يكون عندهم مرض الايو اي. فانا كمان لما بفحص او الاطباء اللي بفحصوا هاي الامراض بيسالوا المرضى هل عندك كان اسمه انت وصغير، هل عندك حسيم انواع طعام، يعني الإشي موجود بصلة مع هاي الأمراض. إحنا قلنا إنه اسم المرض هو التهاب المريء اليوزيني، ولكن هناك اسم متعارف عليه طبياً، أنت ذكرت المصطلح إيش هو؟ الإي أو إي أو بالإنجليزي الإيزونوفيليك إيزوفاجيتس. دكتور جواد، بنحكي عن حوالي 3000 مصاب بهذا المرض في البلاد في إسرائيل، وهي عدد يعني بسيط من بين حوالي 9 أو أكثر من 9 مليون نسمة، صح؟ 10 صرنا كمان شوية. تقريباً بعد شوي بتصير 10 يعني حسب مركز الإحصاء. العدد نسبة بسيطة صح؟ نعم نسبة بسيطة، لأنه في مشكلة بالتشخيص. هاي المشكلة إنه ما بيتم. وين المشكلة الأشخاص موجودة؟ بالتشخيص وبالوعي. الوعي اللي هو موجود منخفض كمان عند المرضى، بس كمان عند الجهاز الطبي كمان والأطباء وأي شخص بيعالج المرض. عمليا المريض بس يجي عند الطبيب اللي هو مختص بالجهاز الهضمي ويقول إنه في عنده صعوبات، إذا المريض بشك بهذا المرض بيبعثه على فحص التشخيص وهيك بيتم تشخيص المرض. هين كنت بدي أسألك، إذا شخص وصل للطبيب والطبيب يعني كان عنده شك إنه هذا المرض، شو عملية التشخيص؟ فحص معين، فحص إيش؟ في فحص له فحص المنظار المعوي، بتسموه منظار المعدة اللي بنسميه الجاستروسكوبية باللغة العبرية، اللي هو فحص اللي بيتم عن طريق تخدير إدخال أنبوب اللي فيه كاميرا. تخدير كامل؟ لا، تخدير أكتر اللي هو عميق بنسميه إحنا، مش تخدير كامل زي بالعملية اللي فيها إحنا بنفوت أنبوب تنفس وهيك، تخدير اللي هو عميق شوي. اللي بيتم عليه فيه إدخال أنبوب اللي فيه كاميرا للمريء، والمعدة بنفحصها كمان بالطريق. اللي من المريء مجبورين ناخذ عينات، كفاية عينات، وهي العينات بنبعثها لفحص بالميكروسكوب. هناك بالميكروسكوب بيطلعوا بشوفوا إنه فيه زينيات، عدد اللي هو بتعلق بأكثر من 15 وزنيات لكل خزعة معينة أو لكل بيوبسي معينة. فساعتها الإشي بيتم إنه في تشخيص المرض هذا، بينما الطبيب هو اللي بيبعث المريض للفحص هذا. يعني طالما المريض مش جاي عند الطبيب وقال إنه عنده هاي العوارض، مش حتم تشخيص غير بس عن طريق على بابك وكل بس عن طريق العينات والفحص هذا. سؤال دكتور جواد هندي، حكينا عن 3000 مصاب في البلاد، منها في متوفر معلومات معطيات عن نسبة المصابين العرب؟ للأسف لا، لأنه مش بس العرب، على كمان كل مرضى إسرائيل. فيش سجل، فيش داتابيس اللي هو طبي اللي بيجمع الأمراض، فيش ريجستري. هاي واحدة من المشاكل اللي احنا بنعانيها بنحكي عنها كثير مرات بالمؤتمرات، انه فيش اليوم سجل اللي بيجمع كل مرضى بإسرائيل، اللي هذا الشيء بيهون للعلاج، للمتابعة وراهن، لتبادل الأفكار بين الأطباء والتجارب والحلول. ما فيش، هاي مشكلة، وأفكر إنه هذا الإشي رح يكون الخطوة الجاي. حكينا عن الأعراض، عن التشخيص والفحص اللي يجرى. السؤال، في علاجات متوفرة؟ نعم، إحنا اليوم وصلنا لوضع إنه إحنا نعرف المرض أكتر، وفي علاجات بالفعل متوفرة. العلاج اللي كان قديم أكتر ويمكن بيساعد فئات الأطفال هي علاج بالتغذية، في نوع حمية خاصة اللي بيعملوها، بيبعدوا أنواع أطعمة معينة، وبيعملوا فحوصات جلد للطفح الجلدي والحساسية. هذا الإشي مش كتير اليوم شائع عند المرضى اللي هن أكبر سنا. في احنا بنشوف اليوم اكثر علاجات اللي هي
مثبطات مضخات البروتونات بسموهن او الادويه اللي احنا بنستعملها للحرقه اكثر. بس الى علاج اللي هو للمرض هذا بالاي او اي. في علاج بالاسترويدات اللي هي موضوعيه اكثر اللي بيتم بلعها، ما بتعمل كل العوار اللي احنا بنسمعها الاسترويدات ونخاف منها، انما اكثر موضوعي. وفي الحالات الصعبه اليوم علاج اللي هو علاج البيولوجي اكثر. كلمه بتحب تنصحها دكتور جواد همدي للجمهور، للاشخاص اللي بيشاهدونا الان، ممكن انه شخص بعد ما سمعك سمع عن الاعراض، ممكن انه هذا ضوء عنده ضوء احمر، ممكن انه يفكر انه يتوجه للطبيب، او لجمهور الاطباء زملائك، انت قلت انه في مشكله بالوعي ايضا من الجمهور وايضا في الجهاز الطبي، شو بتحب تقول للجمهورين، جمهور العام وجمهور الاطباء؟ نفس النصيحه، وهي شغله مهمه مختصره، لما في مشاكل او صعوبه في البلع، وهنا احنا ما بنعمل كيف بيقولوا تخفيضات، فش في مشاكل البلع بالذات إشي اللي عم بيكمل وعم بيصير عم بياخذ وقت وعم بيصير مزمن اكثر، بهالحالة توجه للطبيب، والطبيب بحال لازم يعرف يوجهك أو لطبيب الأخصائي الجهاز الهضمي إن كان للأطفال أو للكبار سنًا، وفحص المنظار المعوي مع أخذ عينات. هاي أهم شغلة إنه لما في عوارض توجه للطبيب. طبيب المختص بأمراض الجهاز الهضمي دكتور جواد هندي، والباحث في كلية الطب في التخنيون في حيفا، أريد أن أشكرك على كل المعلومات وعلى حضورك للاستوديو. شكرا كثير. شكرا يا شهادة. شكرا المشاهدون. شكرا المشاهدون والمشاهدات الأعزاء. فاصل ونعود مع المزيد.